بس في حاجه برضو مزعلاني، سيبك من مباراه الاهلي والزمالك، انا فرحان بالنادي الاهلي اكيد بس في نفس الوقت انت بتحزن على اللعيبه الدوليين بتوعك بتوع منتخب مصر. تمام. يعني الشناوي لعيب دولي، علي جبر لعيب دولي، طارق حامد لعيب دولي، دول الثلاثه اللي موجودين في الفتره الاخيره بصفه اساسيه مع منتخب مصر. لما تشوفهم بالحاله دي لا انت لازم تقلق على منتخب مصر، لازم تقلق على فرقتك اللي رايحه او تستعد لكاس العالم، مش رايحين وطموحات الناس عليت، طموحات الناس وسقفها عالي. الناس طموحاتها عاليه. فاعتقد باللي احنا شايفينه ده، يعني علي جبر مع وليد ازارو وصلاح امين بيعمل الطريقه دي، امال لما هنلاعب مهاجمين روسيا ومهاجمين وسواريز ايه اللي هيحصل؟ فلازم الناس تقف مع نفسها وتفوق، ولازم الناس تفوق بشكل قوي عشان تقدر ان هي تلعب دولي بشكل محترم.